اليوم يجتمع المجلس الوطني لحزب في إطار دورة عادية السنوية، وهذه الدورة بطبيعة الحال تأتي في واحد السياق خاص باعتبار أن كان هناك مؤتمر وطني استثنائي بعد النكسة ديال النتائج ديال انتخابات 8 شتنبير. الحزب بمسؤولية القيادة السابقة قررت عقد مؤتمر استثنائي وتم اختيار قيادة جديدة وأمين عام جديد. اليوم يجتمع المجلس الوطني باعتبار هو النخبة ديال الحزب، هو القيادة ديال الحزب، هو أعلى هيئة تقريرية بعد المجلس بعد المؤتمر الوطني من أجل مناقشة ما العمل، لأنه يعني ملي تنشوفوا هاد الخمس شهور ديال العمل الحكومي وهاد التذبذب وهاد البدايات غير المبشره وهاد بعض الفضائح من مثل يعني سحب القوانين ديال محاربه الفساد ديال محاربه الريع وديال محاربه الامتيازات، الحزب عنده مكانه ديالو في المشهد السياسي الوطني وخصو يقوم بالادوار ديالو. لذلك اليوم المجلس الوطني الهدف منه هو البت في البرنامج ديال العمل ديال الحزب اللي هو على جوج ديال المحاور، محور ديال الاهتمام بالشأن الداخلي ديال الحزب من حيث التنظيم، من حيث العضوية، من حيث الهيئات المجالية، من حيث إعادة الروح وإعادة العمل والاشتغال للمناضلين والمناضلات. والمحور الثاني وهو الاهتمام بالشأن العام الوطني أمام يعني العمل ديال الحكومة وأمام عدم قدرتها على مواجهة مجموعة من الملفات من مثل الموجة ديال الارتفاع ديال الأسعار. وبالتالي الحزب هو كحزب وطني كان دائما حاضر في المشهد السياسي وعنده خبرة في التدبير ديال الشأن العام، كذلك سيقول كلمته في مثل هذه الملفات، والمجلس الوطني هذا هو الدور ديالو. تعليقكم على الارتفاع ديال الأسعار وخرج جواز التلقيح في الأماكن العمومية؟ لا، هو جوج ديال الأمور. أولا فيما يتعلق بالارتفاع ديال الأسعار، ارتفاع ديال الأسعار كيف ما قلنا دائما وفي البرلمان بأن لا يمكن تفسير كل شيء بالسوق الوطني بالسوق الدولية، لا يمكن تفسير كل شيء بالسوق الدولية، لأنه صحيح أنه كاين ارتفاع على المستوى ديال السوق الدولي، ولكن كذلك كاين الغياب ديال المنافسة وكاين الاحتكار والهيمنة اللي تتفرضها بعض الشركات هي اللي تجعل كذلك هناك نسبة من ارتفاع الأسعار يعود، وربما هي النسبة الكبيرة التي تعود إلى الاحتكار وإلى الهيمنة. وبالتالي احنا بوضوح تنقولوا كاين السوق الدولية ولكن كاين كذلك، والمهمة الاستطلاعية اللي دار البرلمان في هذا الموضوع شاهدون على أن هذا الاحتكار وهذا الهيمنة والغياب ديال التنافسية يشكل كذلك مصدرا في ارتفاع ديال الأسعار ديال المحروقات، وبالتالي تجري على الأسعار ديال المواد الأخرى، لأنه المحروقات والنقل تشكل واحد النسبة معتبرة في التركيبة ديال الأثمان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.